تقريبا كما توقعنا البارح او توقع فاضل بوجنيح مدرس تيمورسن في صفاقس السي اس اس في اخر اللحظات ينجح في تفادي تقريبا كارثه كانت تنجم تصير في الفريق وفضيحه يمكن نقول تاريخيه كانت تهد هو كيف كيف النادي الافريقي ايضا بعدم المشاركه افريقيا. على كل شنو صار البارح التفاصيل الكل باش ناخذوها كالعاده من عند مراسلنا في صفاقس فاضل بوجنيح. فاضل اهلا بيك. اهلا بيك اسلام، مرحبا بيك وبالساده المستمعين. باهي فاضل، شنو صار البارح؟ لا كما سيتي بريفي اسلام، كنا تحدثنا في الايميسيون تاع امس انه الاتصالات كانت حثيثه بين الهيئه التسييريه للنادي الرياضي الصافي والجامعه التونسيه لكره القدم الممثله في شخص السيد وديع الجاري. الاتصالات هذه قلنا انها تقدمت اشواط كبيره، وديجا زاد قلنا اللي معناه من مصلحه الكره القدم التونسيه اون جينيرال ومصلحه النادي الرياضي الصافي وزاد من مصلحه الجامعه التونسيه لكره القدم انه فريق النادي الرياضي الصافي يشارك في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، شانه في ذلك شان النادي الافريقي. وكما قلت انت قبيله اسلام، كانت معناها تكون فضيحه كبيره لكره القدم التونسيه اذا كان واحد من الفرق يقع منعه من قبل الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم من المشاركه في المسابقات القاريه على خاطر الخطايا ولا معناها والعجز نتاع الفرق هذه على خلاص الديون. كما قلت لك دونك الجامعه التونسيه بكره القدم كانت استجابت لطلب النادي الرياضي الصافي، وهذا ما يمليه الواجب عليه بحكم هي السلطه العليا في تونس الساهره على كره القدم التونسيه. دونك وقع كما قلت لك امس التفاهم بين الجامعه التونسيه لكره القدم والكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وقع تحويل المبلغ هذا تقريبا مليارات 300 مليون اسلام معناها على ذمه الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وباش يتم بعد تالي الجامعه التونسيه لكره القدم باش تتصل حتى بالاطراف النزاع الشاكيه بالنادي الرياضي الصافي، معناها باش يوليوا الخلاص نتاعهم يتقص ديريكتمون من الجامعه التونسيه لكره القدم، وبعد تالي الجامعه الفا ريكوبيري المونتون هذيا بريتار معناها لاحقا من النادي الرياضي الساقفي اذا كان معناها النادي الساقفي باع ملاعبيه ولا حتى اذا كان ثم فلوس داخله من المشاركات الافريقيه والنادي الساقفي لعب ادوار متقدمه. الجامعه التونسيه باش تقوم معناها بقصاص المبالغ هذيا بصفه تدريجيه لين يقع سداد كامل المبلغ للنادي الرياضي الساقفي. هذا بالاضافه المبلغ 245 ألف دينار اللي تحدثنا عليه اسلام امس، والمبلغ هذا موجود في احد الارصده البنكيه اللي تم فتحها من قبل الجامعه التونسيه لكره القدم اللي هي لاهيه بسداد الخطايا ضد النادي الرياضي الساقسي. الكونت هذا اسلام فيه حاليا كما قلت لك 245 ألف دينار مساهمات من رجالات النادي، وفيه زاد مبلغ صغير في حدود 3000 دينار تبرعوا به بعض الاحباء. وابار سا اسلام ثم الهيكل السوسيو في النادي الرياضي الصافي كان تقدم بمبادره، المبادره هذه هي دفع 25 ألف دينار بصفه شهريه في الكونت هذايا على مدى 20 شهر، معناها هيكل السوسيو وحده اذا كان ناخذه في المجمل اسلام باش يتكفل ب 500 مليون او 500 ألف دينار، معناها من جمله الخطايا هذه اللي باش معناها كما قلت لك اللي دفعتها الجامعه التونسيه لكره القدم وباش يقع تقسيطها على فريق النادي الصافي من قبل الجامعة التونسية. فما عندك فكرة كيفاش باش يكون الجدول نتاع المبلغ هذا؟ كما قلت لك الجدول التقسيط هذا ديجا انطلق، معناها ثم مبالغ في حدود 248 ألف دينار في الكونت هذا خلاف كما قلت لك المساهمة الشهرية نتاع هيكل السوسيوس. لكن كما قلت لك بليتار النادي الرياضي الساقسي توا حاليا الموارد شبه منعدمة أو منعدمة تماما إسلام، معناها ما فما حتى فلوس داخلة في خزينة النادي الرياضي الساقسي، وهذا على الإشكاليات هذه وقع معناها التفاهم مع الجامعة التونسية لكرة القدم كيفاش النادي الرياضي الساقسي لاحقا باش معناها باش يقوم معناها بسداد بقيه المبلغ. ونتخيل حتى الجماهير نتاع النادي الرياضي الساقسي قاعده متحمسه باش تقوم ببعض الحملات باش تلمد كما قلت لك الفلوس. كانت حتى ثم معناها اكبر جروب نتاع احباء مجموعه احباء في الساقس اللي هي الفايترز كانت معناها بعض اعضاء تحدثوا انه الشيء هذا اللي قاعد صاير ما يليقش بالنادي الرياضي الساقسي، والجمهور باش يقف كالعاده وباش يساهم في انقاذ الفريق. كما قلت لك الازمه الماليه هذه ازمه كبيره في النادي الساقسي وفي سائر معناها حتى بقيه الفرق التونسيه،
وزادها هي أزمة حتى عالمية مش حتى خاصة معناها بالفرق التونسية. نعرفوا مثلا على سبيل المثال إسلام، وتعرف أنت بالباهي إنه برشلونة يعاني من أزمات مادية كبيرة برشا، ومعناها وبعض العديد من الفرق. دونك كما قلت لك الفرق التونسية ماهيش بمنأى المشاكل هذه، باش يتم معناها تقسيط كما قلت أنت المبلغ. لكن لحد الآن المعلومة المؤكدة إسلام إنه هيكل السوسياس باش يدفع 25,000 دينار كل شهر، لين بعد تالي نشوفوا بقية المبالغ. تعرف ثم معناها وزارة الشباب والرياضة بليتار، ولا حتى الولاية نتاع الساقس ديما تضخ، ولا البلدية يضخوا في مبالغ، يمكن باش يتم معناها اقتطاع بعض المبالغ منها هذه وسداد الدين اللي معناها للجامعة التونسية لكرة قدم مسلم. اللي سألته معناها ما عندكش تمش تحديد مبلغ معين معناها كل شهر يتصب ولا حاجة من نوع هذا، معناها فقط محلولة الأمور؟ لا الامور محلوله اسلام كما قلت لك توا حاليا، معناها الامور محلوله ومعناها خلاف هذا السوسيوس توا الجامعه بعد تالي باش يتم معناها لاحقا اذا كان دخلت فلوس الخزينه النادي الرياضي الساقسي باش يتم سداد المبالغ هذه. ونعرف انه النادي الساقسي هو معناها السيف اللي يخوف معناها وقت اللي يتسلط على الفريق هو سيف الكونفدراليه مش سيف الجامعه التونسيه لكره قدم. الجامعه التونسيه لكره قدم العقوبات نتاعها تكون محليه مثلا تقع منعك من الانتداب معناها صار وما يتنفذوش اغلبهم محليه افكتيفمون اسلام ديما كما قلت لك احنا بيناتنا نفض امورنا احنا معناها الجامعه التونسيه والفرق التونسيه مش باهي برشا مش باهي برشا لكل الفرق فما حقوق نتاع ملاعبيه وقضايا نتاع ملاعبيه معناها سنوات ربي معلقه معناها وبعد نستعملوهم للضغط على بعض الانديه في امور اخرى. على كل موضوع اخر تفضل هذا موضوع اخر كما قلت انت اسلام. لكن كما قلت لك الشيء معناها الديون هذه تراكمت كي بول دو ناج وكثره الديون والفرق التونسيه اصبح معناها قولوها بصريحة عبارة اسلام اصبحت عاجزة تماما الفرق التونسية. شوف انت شنو صاير معناها في النادي الافريقي، شنو صاير في النجم الساحلي، شنو صاير في النادي الرياضي الساقسي، شنو صاير في بعض الفرق الكبيرة معناها كيما نقولوا حمام لنف ولا الملعب التونسي. فرقة تعاني ماديا معناها صعوبات كبيرة وكبيرة برشا مادية معناها الصعوبات هذه ما فماش حتى حلول في الافق اسلام. معناها الازمة المالية اللي تمر بها البلاد بصفة عامة هي ازمة خانقة. دونك باش ترجع اوتوماتيكمون الكرة قدم التونسية ان شاء الله في العاجل يقع سن قوانين تنجمش القوانين هذه تبدل الجمعيات لشركات خاصة ويولي فيها استثمار وتولي فيها كما قلت انت معناها كما قلت انفستيسمون. دونك فمشي سبيل باش نطوروا المداخيل نتاع الفرق التونسية. حكيت انت فاضل على الدورة باش يلعبوا الاحباء، نعرف الناس كله ما يخفى لحتى حد المبلغ اللي تم ضخه في مناسبة أولى ظهر لي بعيد برشا على نجم يضخوها حباء السياسيس وقادرين على أنهم يضخوها حباء نادي الصفاقسي. هل فما ما نعرفش تكون شنو هي الضمانات باش تكون المبلغ الجاي يكون أرفع إذا كان فما تحرك جديد، ولا اسكو فما حملة توعوية للحباء باش يحسوا بعد بخطورة الفريق الوضع المالي للفريق، ولا شنو باش يصير بالضبط الأيامات الجاي؟ الايامات حاليا الايامات نقول لك شنو صاير الايامات الان اسلام المعنى الايام هذه معناها نهارين هذوما حاليا شنو اللي صار؟ كانوا ينتظروا في اجتماعات لجنه الدعم، نعرفوا انه لجنه الدعم هي معناها الهيكل الاعلى صلب الفريق، الاحباء كانوا ينتظروا فيها وفي المخرجات نتاعها. اونيتمون اسلام معناها ما يخفى على حتى حد في صفاقس كان ثم ديسيبسيون او خيبه امل كبيره من المبلغ اللي معناها وقع تجميعه في اخر معناها اجتماع لجنة الدعم اللجنة العليا للدعم 200 كما قلت لك 245,000 دينار. دونك لهنا الأحباء ثم شبه غضب معناها من غياب العديد من معناها من رجالات الفريق ولا حتى من غياب الأحباء الميسورين. ثم معناها نعرفوا صفاقس مدينة كما قلت أنت أمس هي عاصمة اقتصادية في تونس معناها وهي العاصمة الجنوب. دونك لهنا ثم معناها عزوف كبير، لهنا ثم كما قلت لك الحالة ديسيبسيون موجودة، خيبة الأمل موجودة. لكن القدام نتخيل انه جماهير الفريق باش تتحرك، واذا كانت حركه المره الجايه باش تكون ثم حمله توعويه وكبيره وباش تكون ثم معناها طرق اخرى باش يستعملوها الجماهير. وان شاء الله معناها على خاطر الناس كل توا حاسه بالخطر المحدق بالفريق. دونك بليتار ان شاء الله باذن الله نتخيل انه الجمهور اللي معناها نتاع نادي الصفاقسي اللي ما يغيبش على المواعيد الكبرى في معناها على الفريق
دونك هو اللي باش يكون عنده زادة مساهمة كبيرة في الحملة هذه لإنقاذ الفريق من الخطايا والعقوبات اللي ما زالت باش تهبط على النادي الرياضي السقسي. كما قلت لك معناها العقوبات الباتة حاليا 2 مليارات و300، لكن حجم العقوبات الإجمالي هو تقريبا في حدود من 8 مليارات باش تهبط بعد تالي تباعا، معناها وين ما قضية يقع الفصل فيها نهائيا ويكون الحكم فيها بات تهبط على إدارة النادي الرياضي السقسي. دونك كما قلت لك ما زالت الخطا باش تجي والجمهور نتخيلوا باذن الله باش يكون الجانب الجمعيه نتاعو اسلام. فقط موجود ملعب الانتداب في الفريق، مازال ما في شيء جديد. اي لحد الان ما فما حتى شيء جديد في الملعب الانتداب، وهذا اللي خلى الفريق يحرص على تجديد العقود مع الملاعبيه المنتهيه العقود نتاعهم. كما قلنا امس محمد علي معناها امر محسوم، انتقل الفريق معناها شبه انتقل الفريق الترجي الرياضي التونسي، غير انتقل غيث المعروفي كذلك مشى للعراق، انتقل لاحد الفرق في العراق. حسام الدقدوق في الانتظار باش يلتحق بالترجي الرياضي التونسي كيف كيف، لكن المعاوضين موجودين في النادي الرياضي السقسي، خاصه اذا كانت تشوف اسلام المراكز هذه مست الاظهره، زوز اظهره اليمين واليسار وقلب الدفاع اذا كان معناها غادر اللاعب نور الزمان الزموري، معناها انه باش يغادر الفريق. دونك المراكز هذه النادي الرياضي السقسي متني عليها، عنده اللاعب الدولي الاولمبي معناها محمود غربال هو الارير دروا الظهير الايمن، وضع علي صار عندك محمد امين الحمروني اللي ان شاء الله تعافى من الاصابه نتاعو باش يكون موجود في عوده التحضيرات مع الفريق. وبالنسبه للمركز قلب الدفاع هو تقريبا النادي الرياضي السقسي المركز هذا ما عنده معاه حتى مشكل، ثم موجود اللاعب الشاب واللي هو اللاعب ممتاز اسامه البحري، بالاضافه اللاعب الدولي علاء غرام وقائد المنتخب الاولمبي، وبالاضافه لمفاجاه الموسم هذا اسلام واللي الناس كل تحدثوا عليه واللي هو كان تقريبا احسن قلب دفاع في تونس، وقع حتى اختياره في التشكيله المثاليه للموسم هذا اللي هو اللاعب محمد النصراوي. اللاعب محمد النصراوي معناها باليه واحد اخر في كره القدم، باليه واحد اخر في مركز قلب الدفاع في تونس، ان شاء الله يواصل على المنوال هذايا وباش يكون له شان كبير ياسر في تونس اسلام اذا كان واصل على الوتيره هذه. دونك كما قلت لك المراكز هذوما اللي خرجوا منهم اللاعبيه تقريبا ثم معناها ثم المعوضين موجودين في النادي الرياضي السقسي، معناها مش باش يقلقهم المنع من الانتداب، لكن يلزم تجديد عقود اللاعبيه وليد القروي وايمن الحرزي واسماعيل دياكيتي، هذوما يلزم يقع تجديد العقود نتاعهم، بالاضافه لوجود فراس شوات. وكما قلت اسلام ان شاء الله معناها النادي الرياضي السقسي مش باش يطيح برشا في النيفو نتاعو بالمغادره نتاع اللاعبيه هذوما، وينجم بالجو اللي يتحسن في اخر السيزون مع قدوم المدرب نبيل الكوكي اذا كان يقع استثمار اللحمه الباهيه اللي تخلقت في المجموعه والمربود المردود الباهي، وخاصه فتره الشك اللي تنحات من فريق النادي الرياضي السقسي، فانه ينجم النادي الرياضي السقسي ان شاء الله في الموسم القادم يوصل بعيد. وشفنا تفرجنا الناس كل انه في مرحله البلاي اوف النادي السقسي قدم كوره مزيانه وكان سجل حتى الاهداف اللي سجلهم الفريق كانوا اهداف ممتازين جدا، اذا كان نقارنوه بالاهداف نتاع المرحله نتاع التصفيات اسلام تقريبا اغلب اهداف النادي الرياضي السقسي كانوا معناها بواسطه يا اما ركلات حره ولا ضربات جزاء، دونك ثم ولات ثم دي كومبينيزون ثم كره تتخدم. ان شاء الله النادي السقسي يواصل على المنوال هذا ويرجع كما قلت لك السالف ان شاء الله التميز نتاعه اسلام. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص الوضعية المالية للنادي الصفاقسي وشنو صار خاصة البارح في آخر اللحظات. تقريبا الفريق منع يمكن نقولوا فضيحة كانت تجمع تصير، خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها، أن النادي الصفاقسي أو أي فريق تونسي آخر يتغيب على مشاركة إفريقية بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتجم تكون كان فضيحة للسياسات وإلا غير السياسات كيف كيف الكلوب. البارح أيضا كانت في آخر اللحظات منعت المشاركة نتاعها موزيكا بعد مكملين في البلاي في آخر جزء من حصتنا اليوم.